علوم ليس لها أي وجود حقيقي، مثل التنفس التفريغ الذي يخبرونك بكل ثقة أنه يحميك من الحريق لو أردت. نهاية إبراهيم الفقيد تحديدا كانت بهذه الطريقة، لما احترق مكتبه وبيته اللي هو جزء من المكتب، ولم يحترق هو جسده وإنما مات اختناقا بالدخان، وكأن الله سبحانه اختار له أن يموت بهذه الطريقة، لكن ربنا لعله اختار له أن يموت بهذه الطريقة حتى يكتشف الجمهور بعده الذين تضرروا منه، أو ربما يجذبهم هذا الخطاب، حتى يرى الناس إلى أي مدى هذه الأمور كلها عبارة عن خرافات وأساطير وعبارة عن بيع وهم. المشعوذين عندما تشاهد حلقاتهم أو تسمع لهم تجد رابطا مشتركا بينهم جميعا، هم يعلمون بكذبهم ولكنهم يمتلكون ثقة خارقة بأنفسهم تخدع كل من حولهم. هم بارعون في فن دس السم بالعسل، بل وطلائه بطلاء إسلامي إن احتاج الأمر، خادعون منخدعون بما يقدمون. بقول لك دي حرية، بلاش كلام فارغ، دي مش حرية، دي قلة أدب. فلما تيجي تبص للمرحلة دي، لا ثانية واحدة، كل حاجة ليها حدود، كل حاجة ليها حدود. يمكن أنا راجل عايز حوار وقعد أتكلم معاك، أنت بتشتملي حاجات أساسا تخليني أشتم لك حاجات بتاعتك وبعدين نتخانق، ملاش لازمة. خلي الحوار حاجة وخلي الحرية حاجة وخلي النظام حاجة. قديما كان المشعوذ يرتدي ملابس الدجالين ويعيش في مكان بعيد في أجواء مخيفة، ولكن اليوم يكفي أن تصبح مدرب للتنمية البشرية لتصبح مشعوذ أنيق، ترتدي أغلى الماركات وتقود أفضل السيارات. الشعوذة المقصود بها خلط الحق بالباطل، وهذا بالفعل ما يقوم به مدربي التنمية البشرية وتطوير الذات من خلال دمج الأحاديث النبوية والآيات القرآنية في دوراتهم. هذه الكتب مثلا تملأ المكتبات، مفاتيح النجاح العشرة، كيف تغير حياتك في 30 يوم، قوة التحكم في الذات، قوة الحماس، ومبيعاتها بالملايين. ولو عرضنا ما يقولونه في ميزان العقل والشرع لتبين الكذب والتدليس. هذا الكذب والتدليس بسببه سرح مدربي التنمية البشرية في خيالهم، فبدأوا يؤلفون علوم غريبة مثل علوم الطاقة البشرية، علم ديناميكا التكيف العصبي، ومن أشهرهم في عالمنا العربي الدكتور إبراهيم الفقي رحمه الله. التنمية البشرية مش علم، دي حياة، لأن التنمية جاية من النمو والبشري جاي من البشر، فالنمو البشري مش علم. فلما اتخرجت كدكتور وانا من نوع اللي بتعصب، وقبل ما اخش العمليه اخش اتعصب، اخد المريض ده واطلع قلبه وارميه ومش محتاجين له واموته وخارج، لان حالتي النفسيه لوحدها هي السبب في انتاجي. الحاله النفسيه ممكن الام تكون افضل ولا لا، ممكن اب افضل مدير، ممكن غفير، اي حد افضل حسب كلمتين، حالته النفسيه. فالتنميه البشريه بتدخلك هناك. النهارده لما حد يقول لك انا مش محتاج تنميه بشريه، طب هتعامل مع مين؟ مش في اتصال؟ انت 93% بتعمله اتصال مع الاخرين، ناس بتعلم فن الاتصال. طب انت مين؟ شخصيتك ايه؟ انت نظامك تمثيل ايه؟ طب نظام الاجتماعي ايه؟ طب نظام الانياجرام بتاعك ايه؟ طب يعني انياجرام دي ما لازم تتعلم انت مين عشان تعرف تتعامل مع الناس. فلما تعرف انت مين هتكون افضل مع نفسك، ولما تعرف نفسك تكون افضل معاهم. فمن هنا بتبدا نتفرع شويه شويه، قوه التحكم في الذات، الثقه في النفس، الحماس، حماس بيروح ويجي ولا بيحصل له ايه؟ فكل واحد يفهم نفسه كويس قوي، ايه الدوافع اللي تحركني عشان انجح؟ ايه الدافع اللي خلي الناس تجري عشان تتحرك؟ ازاي لو مثلا حد يقول لي انا عيان زي دكتور روسي اسمه كرزابسكي، ده كان غيرس يقال لي واحده مثلا تخينه كده وعيانه وعندها اكتئاب ونايمه فوق السرير، بالك ما تتحركش يا ابني مش قادر اتحرك، يروح مولع نار تحت السرير، فالست بتقوم تجري، انت لسه دي في حريقه. الله، طب ايه اللي حصل؟ يبقى لما الانسان اتحط في البقاء بيجري. فما انا بقول للناس ما تتحرك يا اخي، ما تجري. هو ده ان التنميه البشريه اصبحت ده. انت لازم النهارده دكتور لازم يعرف ازاي يتحكم في نفسه، لازم انت الاستريس النهارده اصبح قوي جدا، الناس عندها ستريس. شوف الحاصل في العالم النهارده، ستريس عالي، فبيسبب واحد من اثنين بيموت بسكته القلبيه. لو تعرف تتعلم التنفسات وتعرف ازاي تتحكم في اعصابك هتبقى افضل، لان هتفكر بطريقه تكون احسن. التفكير الايجابي والتفكير الروحاني والتفكير الاستراتيجي والفعل الاستراتيجي، هجيب معلومات دي منين؟ فمن خلال ما حد مش واخد باله بيتعلم تنميه بشريه. من غير ما تاخد بالك كل يوم بتعدي عليك روحانيات وحاجات عايز تنمي نفسك فيها وحاجات عاوز تتعلمها وحاجات عايز تكون افضل فيها، كل دول تنميه بشريه روحانيه. فالتنميه البشريه في كل شيء. ما كانش في دماغي ان انا الف علم، انا كنت بشتغل وبعدين حطيتهم سوا. لما جيت اقدم معلومات قال لك دي معلومات جديده، طب ما تيجي تحطها لنا في قوه. وبدات اشتغل عليها على مدار 30 سنه. وقوه الطاقه البشريه، قوه الطاقه البشريه، انت عارف يعني كلمه حتى ديناميكيه جايه من كلمه ديناميكوس اللي هي تموف، تتحرك. ديناميكيه التكيف، كلمه التكيف العصبي هي تعليم الجهاز العصبي استراتيجيات ايجابيه جديده وتكييفه عليها حتى يعمل بها تلقائيا. فالان سي ما عندكش فكره باذن الله عن قوتها.
بالنسبة لقوة الطاقة البشرية، أنا دلوقتي بتحرك فدي طاقة حركية، بفكر فالطاقة الفكرية ادت للحركة معنا، وبعدين باكل واشرب وانام والهواء، ودول الطاقة الجسمانية بتغذي الطاقة الفكرية وبتغذي الطاقة الحركية، ولو دول كانوا زيادة شوية هتمرض، ولو قل شوية هتمرض، يبقى لازم تكون متزنة. وبعدين عندك الطاقة العاطفية، ولك أنا بحبك في الله فدي طاقة عاطفية، وانت بتصلي دي طاقة روحانية، وانا بتكلم دي طاقة كلامية وإدراكية، وبعدين الطاقة الجنسية عشان النمو البشري والتعدد البشري. يبقى عندنا 7 طاقات أساسية، لو ما انتش عارفهم هتبقى عمال تتحرك من غير ما تفكر، ولو شلت الفكر أصبح في شارب الإنسان والحيوان. فبدأت أحط الطاقات دي، والطاقات دي عن طريق في علاجات، وقدرت أوصل بإذن الله لعلاجات معينة. هقولك حاجة، مثلا العين مرآة العقل. تعال نجرب كده حاجه بسرعه، فكر في حاجه مضايقك ما تقوليش عليها، اديك شفت بس لاحظ عينك راحت فين. فكر فيها كمان هما ما يشوفوش، خاطر احنا في اذاعه ما عيني راحت لفوق. طيب فكر فيها كمان مره، عينيك راحت نفس المكان ولا مكان مختلف؟ مكان مختلف. لما راحت مكان مختلف الاحساس هو ولا زاد ولا قل؟ الاحساس زاد شوي. اوكي. ارجع تاني واعمل بص كده، بص في صبعك كده، بص في صبعك كده، حط صبعك قدامك وبص في صبعك بعينيك وفكر كده فيها، قول لي احساس زاد ولا قل ولا مش عارف. اقل شوي. اوكي. اعمل دوره كامله بعينيك كده وامشي معاني، امشي معاها يعني، امشي معانيك، امشي بص لصبعك. اوكي. اعملها بالعكس بقى وامشي بصبعك. قولي دلوقتي الاحساس زاد ولا قل ولا مش عارف هو فين. الاحساس قل شويه، مش عارف، مش عارف لحظه ليه، مش عارف. بص عينيك عماله تتفسح دلوقتي، عماله تروح شمال ويمين، حاول تجيبه تاني، فكر فيه كمان مره. شوف عينيك راحت يمين دلوقتي، نزلت شمال، كمل. انا عمال افتش لان العينين مراه العقل، فالعينين بتتحرك عشان تفتح ملف عقلي. لو انت لخبطت المكان ده المخ ما عرفش فين، فلو غلطته في لحظه وتحط حاجه جديده وتحطها مطرح هذا الملف العقلي، يبقى انت بتشيل ملف عقلي بحاله ومكانه وتحط حاجه مطرحه. في حاجات بسيطه جدا قعدت سنين عمر افتش فيها والعب بيها. انت عشان تتنفس تاخد شهيق، الجسم بيطلع لفوق مع زفير، الجسم بينزل تحت. فانت لو انت عملت شهيق ونزلت اذنك لدعه، يبقى انت بتعمل عكس، فالمخ لازم يوقف، لان دي تجربه غريبه بالنسبه للمخ. فلو في النص وجديدة. حطيت حاجه جديده روح شال ملف في النص وتخليه فهو متلخبط. لكن كان دربوا عليها تولي عاده بعد نجم تولي مش محتاج تدرب عليها، ده في لحظه انت بتعملها له، ما تاخدش اكتر من 5 دقايق. وممكن واضح. تخلي حد يتغير عنده اكتئاب، حد او حد خايف من خوف مرضي حتى بما فيها الخوف المركب، اللي هو الاجورافوبيا، اجورافوبيا مع بانيك، الاثنين تخليه يخلص منها في اقل ربع ساعه. النجاح اي انسان ينجم ينجح هكا ولا؟ طبعا، لان كلنا معمولين بنفس الاسلوب ونفس الخامات ونفس النظام، واللي عاوز ينجح هي مساله فكر وقرار واختيار. انت ممكن تختار انك تنجح. والله سبحانه وتعالى اذا انا معلي بعمر اكتر، انا ماشي في نفس الرساله، انا رسالتي روحانيه وبنشر التنمية البشرية في العالم العربي والإسلامي، وعن طريق ده بوصل للناس لله سبحانه وتعالى. دي رسالتي. فأنا عندي رسالة دلوقتي. لما كنت صغير كنت عايز أكون بطل مصر في تنس الطاولة وحققت ده. أسافر طول العالم أمثل مصر وحققته. سافرت برا عشان أكون مدير عام في الفنادق، وفضل الله سبحانه وتعالى حققته. كنت عاوز أكون أفضل مدير عام في أمريكا الشمالية سنة 90 و91، حققته. سبت الفنادق خالص، مش عارف ليه، لكن سبت الفنادق وخلاص. ربنا بيجهزك الخطوة اللي بعدها. بدأت من تحت تحت الصفر، وصلت لمرحلة معينة وحققتها. لكن أنا رسالتي دلوقتي إن أنا أشوف العالم العربي والإسلامي، أشوف النهضة الإسلامية، أشوف النهضة العربية، أشوف الوحدة في الثقافة، أشوف زي ما طول عمرنا ليه احنا كنا بنقول احنا أسياد العالم. أولا بالله أكبر، ثانيا بالتطابع بأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، ثانيا بكفحنا، وبعدين بعلمنا، الناس بتشوف علمنا، قد ايه احنا مثقفين، قد ايه متفتحين، قد ايه عندنا حوار، وفي نفس الوقت أقوياء، ان احنا مش هبل. وأقولك دي حرية، بلاش كلام فارغ، دي مش حرية، دي قلة أدب. فلما تيجي تبص للمرحلة دي، لا ثانية واحدة، كل حاجة ليها حدود، كل حاجة ليها حدود. يمكن أنا راجل عايز حوار وقعد أتكلم معاك، انت بتشتم لي حاجات اساسا تخلينا اشتم لك حاجات بتاعتك وبعدين نتخانق، ملاش لازمه. خلي الحوار حاجه، وخلي الحريه حاجه، وخلي النظام حاجه. دكتور، ماذا نقصد بديناميكية التكيف العصبي؟ كلمه ديناميكية التكيف العصبي، ديناميكيه جايه اساسا من حاجه اسمها المفهوم الذاتي للانسان. الانسان لما بيجي في الدنيا ما عندوش مفهوم ذاتي، ما عندوش لغه يقابل بيها العالم. فاول حاجه بياخدها، بياخد إدراك من الأب والأم، بياخد إدراك لمعنى، المعنى بتجيله لغة، جوه اللغة فيها قيم، فيها اعتقادات، فيها مبادئ، فيها كل حاجة بالنسبة له. فلما أخد كل دول بدأ يتكون له مفهوم ذاتي، بدأ يخرج بيه للعالم الخارجي. فدي كلمة ديناميكية. كلمة ديناميكية فيها 3 حاجات أساسية. أول حاجة إنها مكتسبة من العالم الخارجي،
تاني حاجة ان الانسان ديناميكيته منتظمة. يعني ايه منتظم؟ عاوز بقاؤه، عاوز يضمن انه في مكان معين عايش فيه، نايم فيه، يرجع له كل يوم، كل عاداتنا متعودين عليها. وبعدين في جزء فينا ديناميكي، ديناميكي يعني نشط، باستمرار بيفتش ويدور انه يحسن نفسه. فمشاكل العالم كلها مشاكل الانسان باستمرار، انه عنده جزء ديناميكي بيفكر باستمرار ويدور انه يحسن نفسه، وعنده جزء منتظم بيرجعه زي ما كان. فهنا تلاقي شخص عاوز ينزل وزنه ويرجع زي ما كان، يقرا كتاب وبعدين يسيبه، يتعلم لغه وبعدين يسيبها، يبطل تدخين وبعدين لا، رايح جاي بين الاثنين. فهنا كلمه ديناميكيه بنعلم الناس فيها ازاي توصل لمرحله الجزء الديناميكي اللي منك وتكون له جزء منتظم فيك، فما ترجعش تاني رايح جاي من اول وجديد. فلما يجي ادي بالنسبه للتكيف، اي حاجه بتحصل للانسان ويكررها اكتر من مره ويتعود عليها وتبقى عاده، بتتكيف عصبيا. انت عارف الناس لما تسافر بره يقول لك انا ما عرفتش اكيف نفسي على البلد دي، ما عرفتش اكيف نفسي على البلد دي، مش ما عرفتش برمج نفسي، ما عرفتش اكيف نفسي. كلمه تكيف يعني جهاز العصبي تكيف عليها فبتعملها تلقائيا من غير ما تفكر. فالديناميكيه تعليم الجهاز العصبي استراتيجيات ايجابيه جديده وتكييفه عليها عشان يعمل بيها تلقائيا. اما بالنسبه للعصبي، طبعا هو الجهاز العصبي اللي هو جهاز الاستقبال والارسال، هو جهاز الرادار، هو اللي بيستقبل كل حاجه وبعدين يجيها الحواس الخمسه. فكلها على بعضها هي ان احنا بنعلم الانسان انه كيف جهاز العصبي باستراتيجيات ايجابيه تكون جديده تخليه يعيش حياته بالطريقه اللي هو عايزها. ادي ديناميكيه التكيف العصبي. طبعا اخذ اكثر من 26 سنه عشان خاطر تطلع مبنيه على اكثر من 32 صنف من اصناف اللي هي علوم التنميه البشريه وعلم النفس الحديث والقديم. بعد الانا، اي شيء تقوله لنفسك باحاسيس يصبح اعتقاد. فعندما تقول انا لا استطيع فانت على حق، وده اللي قاله في وقت من الاوقات هنري فورد، هي بالانجليزي قال لك if you think you can or if you think you can you're right. اذا قلت لنفسك انك لا تستطيع فانت على حق، واذا قلت لنفسك انت لا استطيع فانت على حق. وراء الاثنين في اعتقاد، انت معتقد، فانت بتقول طالما انا تبقى اعتقاد. عشان كده خد بالك اللي انا بقول للناس، خليك حذر جدا. بعد الانا ما تقولش حاجه سلبيه، بعد الانا ما تقولش حاجه سلبيه، لان العقل البشري هياخدها عنها حقيقه، وبعدين هتبدا تضايق نفسك ومش هتعرف تغيرها بسهوله. خلي المخ يتدرب، دي جيمناستيك مونتال، خلي المخ يتدرب على التحديات يبقى مقدما. لما تروح للتحديات تبقى انت جاهز، وطول ما انت ماشي قول باذن الله، ولما تحقق حاجه قول الحمد لله، وباستمرار اشكر الله سبحانه وتعالى. وهنا من يتوكل على الله فهو حسبه، ان الله يحب المتوكلين. ومن هنا اذا كان احنا خلاص بنخلص، يبقى باستمرار عيش كل لحظه كانها اخر لحظه في حياتك، عيش بحبك لله سبحانه وتعالى. حبه حبه من قلبك، عظمه، امدحه، بيحبك ما عندكش فكره ربنا بيحبك قد ايه. وعيش بتطبق باخلاق الرسول عليه الصلاه والسلام، الرسول عليه الصلاه والسلام شفيعك، بيشفع لك يوم القيامه. شوف قد ايه تعب علشان تطبع باخلاقه، ده مثلنا الاعلى. بعد كده بالكفاح وبالعلم وبالفعل اهدافك، وبالصبر وبالحب قدر قيمه الحياه.